السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد المنتجات ديال بانغود. كما كتشوفوا هذا هو الموقع ديال بانغود، لكن قبل ما نتطرق لهاد المنتجات هادو نوريهم لكم نشرح لكم الأشياء اللي خديت. بغيت نقول لكم شكرا على التفاعل ديالكم في هاد الفيديوهات الأخيرة، وكنشكر بعض الأخوات بالخصوص يعني اللي دخلوا كمية كبيرة من يعني من المعيور وداكشي والسبان. المهم انا كنشكرهم على حاجة واحدة، لان يعني ساعدوني باش تسد لي الشهية، لان عندي الشهية شوية مفتوحة. كنشكركم بزاف، غادي تساعدوني في انقاص الوزن. هادشي اللي بغيت نقول لكم في الاول، وغادي ندوزو ان شاء الله لهاد المنتجات هادو. المنتجات اللي خديت يعني منتجات رائعة. انا هاد الموقع هذا كنتقدم منه قبل كاع من هذوك المنتجات اللي كيصيفطوا ليا. لو سيت رائع، رخيصه ولكن في المستوى. انا كنت مخلوعه في الاول فاش قلت اول مره غادي نتقدى، ما كتبش عليكم، كنت خايفه تكون نفس السلعه اللي كتوصل هنا، لكن لا علاقه الصراحه. دابا ان شاء الله غادي ندوز باش نوريكم المنتجات اللي انا اختاريت، لانها غادي تنفعني في العمل ديالي بزاف. كتشوفوا الامبلاج راه كيكون مزيان، يعني راه كيباليهم مزيان باش ما يوقع لهم شي مشكل. الرمز ديال لوسيد، شوفوا هذا، انا ما عرفتش شنو هو. فوالا هذا هذا عندي ليكم به واحد العمل ان شاء الله، غادي نزيدو في ديك البلاصه ديال البيوندغي. هي دايره بحال الكاويه، كتخدم بالضو باش شارجو بيها. خلاص ضروري حنايا خصنا نشريو داك البريز اللي كنحتاجوه على حساب هاد الانواع، لانهم عندهم في شكل البريزات ديالهم وديالنا حنايا في شكل. المهم باش كيشعلوا ويطفوا هذا ان شاء الله. دابا غادي نوريكم اشنو ممكن نصاوبو به. كما كتشوفوا يعني لومبالاج، لومبالاج كله على هادي. هادي اشنا هي، انا غنوريكم لاش كتصلح. عجبتني لان دائما كنلقى مشكل في المسيح ديال النظاظر. دابا الهادي، هادي كما كتشوفوا كتجي مع الزويف ديالها باش تمسحوها. هادي عدسة، هاد العدسة هادي كتصلح للتصوير بالبورتابل، كتزيدوها في البورتابل. انا جربتها يعني صورت بها باش تشوفوا الدور ديالها، صراحة مهم جدا. كما كتشوفوا بالنسبة لهاد العدسة هادي فيها جوج ديال الاجزاء. هادي كتصلح في تكبير الصوره، يعني فاش كتبغوا تصور مثلا واحد العدد كبير ديال الناس كتشدوهم بزاويه كبيره يعني. اما بالنسبه لهادي، هادي ديال الماكرو، يعني نشوف واش مكتوبه فيها. هي هاد العدسه هادي ماكرو، الحاجات اللي كتكون صغيره ولا قريب، يعني الحاجات اللي كتكونوا بغيتوا تصوروها كتكون صغيره، وفاش كتصوروها في البورتابل كتقربوا البورتابل كتضبب، لكن الا صورتوا بهذه العدسه هذه راه رائعه. انا غنوريكم تطبيق عملي انا درته في برا، يعني رائع رائع. انا نحط لكم دابا الفيديو تشوفوه. كما كتشوفوا كتركب بحال هذا الشكل هذا في البورتابل، يعني كنديروها في فوق من العدسه مباشره باش كتصور لنا مزيان.
مع الغطاء ديالها كما كتشوفوا، وهذه كنسدو بها لوبجيكتيف الصغيور الا بغينا نحطوه بوحدو، وكتجي مع هذه يعني بوشيطه باش تحتفظوا بها فيها الشكل هذا. يعني صراحة ثمنها مناسب جدا، وطبعا كتجي مع هذا الكتيب هذا باش تفهموا وتعرفوا كيفاش تصوروا بها، كتعرفوا كل حاجة منها لاش كتصلح. غادي ندوزو دابا لهاد الكيتور هذا. هذا كيصلح في الخياطة، هذا الصراحة انا كنت غادي نصيفط عليه لاوروبا، هو رخيص بزاف على اوروبا. نفس الماركة ونفس الشكل بثمن يعني خيالي صراحة، انا رخيص بزاف. انا غنوضع لكم الروابط باش تشوفوهم. الطريقة ديال الاستخدام ديالو سهلة جدا، غير كتضغطوا على هذه صافي وكتقطعوا. انا غندوز نقطع فيه بعض الاجزاء ديال الثوب باش تشوفوا الانواع ديال الثوب اللي ممكن تقطعوهم بهذا النوع هذا. بالنسبه لهادو كما كتشوفوا، هذه ديال الاعمال اليدويه كاينه 20 حبه، والثمن طبعا ما نكذبش عليكم مناسب جدا. كتشوفوا هادو كيتستعملوا في الاعمال اليدويه، كنصبغوا بهم يعني بالصباغه اكريليك العمل اللي غادي يعني الاعمال اللي غادي تساعدني فيها هاد الاسفنجه، لان كما كتشوفوني بعض المرات كندير بالبونج العادي، لكن هادو زوينين حيت فيهم اليديده كيسهلوا العمل. بالنسبه لهذه، هذه انا خديتها ولكن صراحه ما قريتش لي ديتاي ديالها بزاف باش نعرف واش هي اللي كنقلب عليها على حساب لاباراي، لكن المهم ما خدمتليش انا ماشي في القياس ديال داك لوبجيكتيف، لكن غادي ان شاء الله حتى نشري لوبجيكتيف اللي يصلح لها باش تقلبوا لوبجيكتيف كيخدم على جوج جهات. المهم هذه مازال نوريكم ان شاء الله فاش نشري لوبجيكتيف، غادي نوريكم كيفاش نركبوه. هادو شوفيير يعني كما كتشوفوا انا شريت جوج، لان كما قلت لكم كنستعد باش نبدا يعني تمارين رياضيه. بالنسبه للشوفيه كما كتشوفوا، الحاجه الزوينه فيها هي انها ما مزيرش، يعني هنايا في هاد الحاشيه هادو ما كتضبرش، وهنا كنحس يعني بانها مشدوده. اللي زوين فيها الثوب لان غليظ، واحد يعني واحد السماكه فيه مزيانه. وكما قلت لكم انا كنشري منهم بزاف هادو وما كنلقاش يعني الكاليتي اللي مزيانه. دابا غادي نجرب هادي ان شاء الله، وكنظن انا غتكون في المستوى لان عندها نفس الكاليتي اللي لقيت في هادوك ديال ديكاتلون، اللي نفس الثوب غير هو كاين فرق في الثمن فقط. بالنسبه لهذا الاخير، وهذه اهم حاجه كتحل من هنا بلا ما نقطعها. هذه انا نوريكم لان كتهرس ليا بزاف، هذه اللي كنصور بها كنضطر نشري ديك العصا السيلفي كامله على ود ديك القياسه، كنشريها ب 70 درهم على حساب هذه. لكن هذه انا نوريكم، هذه نستعملها ان شاء الله مع التريبي. غادي نفتحو اولا نشوفو، كما كتشوفو كنركبها في هادي، يعني كتركب هنا بهذا الشكل هذا. هذه الصراحة كتساعد بزاف التصوير، اللي بغى يستخدم التريبي ويصور بالبورطابل يعني كديروه بهذا الشكل هذا كما قلت لكم، وعندها ديك الحفرة اخرى الا بغيتو تميلوها وتشدو تصوروا بالعرض. هذا الشيء اللي كاين بالنسبة لهاد البيسة. هذه الا بغيتو غير في هذا الحجم،
ممكن نزيد حجم اكبر. الصراحه اللي عجبني فيه هو انه ممكن نخدم قصير بزاف، ممكن نخدم طويل بزاف، لان هذا اللي عندي طويل بزاف ما كيصلحش نصغره. يعني شي مرات كنبغي نصغره نصور به شي حاجه نازله في الارض ما كنلقاش، يعني ما كنضطر اني ما نصورش ديك اللقطه. الحاجه اخرى اللي زوينه فيه هي انكم ممكن تزيدوا تطلعوا، يعني هاد المساله اللي ما كايناش في جميع لي تريبي، كاينين في البروفيسيونيل الكبار. وهذا انا كنقول لكم يعني الشكل ديالو راه زوين ومريح في الخدمه، يعني كيزيد يعلى. دابا غادي نركب فيه لاباري، طبعا كما هادو كاملين، يعني هذه هي تريبي، هذه هي تريبي، الا مشات مشى كلشي. يعني هذه راه مهمه كيخصنا نحافظوا عليها وما نجليوهاش. حاجه اخرى افونتاج في هاد، يعني هادو اللي كيكونوا شويه قراب للبروفيسيونيل كتكون عندهم هاد الخرصه هادي. هادي لاش كتصلح؟ هادي كتصلح باش انكم تديروا شي حاجه ثقيله تقوها هنا فاش تكونوا كتصوروا على برا، باش كيشد التوازن ديالو وما كيطيح لا هكا لا هكا. هذا راه افونتاج اخرى زوينه في هاد التريبي، يعني باش ما تمشيوش تقيسوا رجل يبغي يتجمع لكم ولا شي حاجه يطيح لاباري، ديري له واحد القفل ديال السيكوريتي، ها هو يعني كتزيروه ما كتبقاش تطلع هادي. وهذا افونتاج حتى هو كبير بالنسبه للناس اللي كيبغيو يصوروا، راه كيلقاو هذا المشكل. هذا حاجه زوينه فيه الصراحه. هذه ديال ميزان الماء، يعني باش تعرفوا النيفو ديال الارض واش مقاد ولا لا. الحاجه الاخرى اللي غادي نهضر لكم عليها هي درجين، كنعاني منهم في هذا التريبي القديم لان عنده واحد المسمارات خارجين هنا، يعني كيمحنوني بحال الجيرفلكس كيقربوا يشربوه لي. هادو لافونتاج ديالهم كما كتشوف فليكسيبل، كدورهم كما بغيتو. وهذه كما قلت لكم نظره شامله على هذه المنتجات اللي وصلتني، نتمنى تكونوا خديتوا فكره عليها. كما قلت لكم هذا لو سيت هذا موثوق،